بدأنا بالجلسة الماضية في كتاب أحكام الزكاة. والزكاة بيسميها العلماء من فقه الأمة وليس من فقه الأفراد، يعني مسؤولية الأمة وهي مسؤولية الحاكم وليس مسؤولية الأفراد. يعني الحاكم هو المسؤول عن أن يجمع الزكاة ويكون عنده عمال وموظفين يجمعوا الزكاة وتجتمع زكاة المسلمين كلها في وعاء واحد علشان تبقى تؤثر. فلو جمعنا احنا زكاة أغنياء مصر مثلا في وعاء واحد هتجد عندك مليارات، تستطيع من خلال المليارات دي تزود الشباب وتعمل المصانع وتوفر فرص عمل كثيرة، وممكن كمان تغني الناس، يعني تديله عطاء يغنيه بحيث ما يفضلش فقير طول عمره. ما هو لما بنسيبها كفقر أفراد زي الوضع الحالي، الواحد يدي لكل واحد فقير ده 20 جنيه، ده يديله 50 جنيه، ده يديله 100 جنيه، يفضل طعران طول عمره، ايه 100 جنيه ولا خد له 200 جنيه كل سنة؟ تعمل له حاجة. إنما لما تبقى في وعاء كامل يجي الواحد يقدم من دول إنه عنده عجز مش قادر على العمل، يقوم يديله مثلا 50,000 جنيه 60,000 جنيه يحطها في البنك ويقعد بقى إيه يعيش منها بحيث يحل عنها، يسيب كل سنة يمد إيده ونحل الأزمة دي. ده مثلا عايز يعني فقه الزكاة إنك تديه ما يغنيه فترة عمره مرة واحدة. يعني إحنا بنشوف إيه؟ نشوف إن ده عنده 30 سنة مثلا وبعدين ما عندوش ما يكفيه، هو محتاج 1000 جنيه كل شهر عشان ما يمدش ايده لحد، يبقى في السنه كام؟ 12,000. وعندنا متوسط العمر كام؟ 60 سنه. اروح ضارب 12,000 في 60 تطلع 360,000، اروح مديله شيك ب 360,000 ومع السلامه ما اشوفوش تاني الا يوم القيامه بقى في الجنه، ما يفضلش فقران بقى. انا اقدر اعمل كده ازاي؟ لما يبقى عندي وعاء كبير وعندي اموال طائله. انما طول ما احنا بنطلعها على مستوى فقه الافراد لا تؤثر، وعلشان كده الفقراء بيزدادوا فقره وبيزدادوا عددا سنه عن سنه، مع ان الناس برضه بتطلع الزكاه، لكنها بتطلع الزكاه على غير مراد الشرع، الشرع مش عايزها بالطريقه دي، ان كل واحد يجتهد يا دوب انت بتبرع ذمتك. لكن فائده الزكاه ما بقتش في المجتمع. انت لو تطلع زكاتك تديها لواحد صديقه كده تقول له والله انت بتحتك بناس فقراء كتير والله بالنيابه عني، يجوز الوكاله في الزكاه بس لا تبرئ ذمه الفرد، لكن لا تبرئ ذمه الحاكم ولا تاخذ بيد الفقراء في المجتمع ويقل عددهم. لما مشينا في فقه الزكاه كفقه امه في خلال اقل من 150 سنه كانوا يبحثوا عن فقير من الهوش، يبحثوا عن فقير لا يجد، يقولوا طب اللي عايز يتجوز نجوزه ما يجدوش، طب اللي عايز شقه ما يلاقوش، درجه بقوا يطلعوا الطعام واللحم يذبحوه لحم الذكر ويرموه في البراري والصحارى علشان الديابه تشبع تقوم ما تاكلش الرعي بتاع المسلمين. شوف الى هذه الدرجه، لانهم سايين سايين. احنا مش عارفين من يوم ما ضاعت الخلافه واصبح ما بقاش فيه فقه الزكاه على مستوى الامه، واصبح فقه الزكاه على مستوى الفرد بس، فدي ازمه كبيره. فنرجو ان ربنا يعيدها مره اخرى، هتحل مشكله كبيره. هو ربنا واقف جنب الفقير بطريقتين في الاسلام، بالوقت والزكاه. بالوقت الاوقات، يجي واحد غني ملوش ورثه وراجع عنده مليارات، يوقف ماله على تعليم مثلا، على تحفيظ القران، يوقف ماله على انشاء جامعه للمسلمين، يوقف ماله على انشاء مستشفيات للمسلمين يتعلموا. تبص تلاقي الاوقاف دي على مستوى بقى دوله الاسلام اللي رقيتها كبيره ومليانه اغنياء ومليانه ناس اهل خير وعايز يعمل صدقه جاريه تفيده في قبره، تبص تلاقي يعمل اوقاف كثيره. فتجد الاوقاف دي كلها تقوم بالتعليم وتقوم بربط الايه؟ الطرق، وتقوم بالعلاج، وتقوم بوزاره الصحه بطريقه احسن. يعني مستشفى العجوزه اللي عندنا هنا اللي على النيل هنا، في مستشفى العجوزه اللي عملتها يعني واحده من اغنياء مصر زمان، اوقفت مالها لانها لم تنجب، وعملت مستشفى العجوزه واوقفت حوالي مش عارف 50 فدان عليها تنفق على المستشفى. اللي بيحكوا لي كان في راجل تمرجي، راجل عجوز مات، بتعرفه من سنه 80 الكلام ده، كان شغال في مستشفى العجوزه وهو لسه عيل صغير وبعدين كبر واتحلع على المعاش منها. فبيقول لي ايام ما كانت الاوقاف بتنفق على مستشفى العجوزه كان اكل المريض المجاني حمام محشي.
ويخش ياخد كل علاجاته ببلاش، عملياته ببلاش، والاطباء تاخد اجرها برضه مش ببلاش، بس كله من الاوقاف. يبقى الاطباء مبسوطه بتقبض، والمريض مبسوط بيتعالج، والعلاج متوفر. شفت الاوقاف كانت ليها دور كبير. يبقى الاوقاف والزكاه اذا عادت مره اخرى كفقه امه اتحلت مشكله الفقر بين المسلمين يقينا. الاوقاف حلوها لان نظار الوقف سرقوها. نظار الوقف لما سرقوا الاوقاف قالوا طب فدام بيسرقوها نقوم نحلها. حاجه غريبه قوي. طيب ما تجيب نظار وقف هو من الرقابة عليه. لكن للاسف عملوا كده. والزكاه سابوا كل واحد يحسبها بمزاجه. يجي لك واحد من الاغنياء يحسب زكاته، يلاقي ان عنده زكاته مثلا 3 مليون جنيه 4 مليون جنيه. ينام وهو ناوي الصبح يروح البنك يطلع 3 مليون جنيه من حسابه ويطلعها زكاة. على ما يصلي الصبح ويغير هدومه ال 3 مليون تبقى مليون. يقول لك ما فيش هدف. سائل عربية ومشي واحد نرفزه وخبطه ولا واحد بتاع إشارة مرور ضايقه أو لا. على ما يوصل البنك يروح صرف 30,000. بعد ما كان ال 3 مليون يروح صرف 30,000. وال 30,000 يعمل ايه؟ يروح موزعهم 10 جنيه. طول ما هو ماشي قاعد يدي ال 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه خلص يطلع الزكاه. او انت يفضل الفقير فقير ويفضل وهو ما طلعش زكاته لان مفيش رقابه. الزكاه بقى بياخدها الحاكم بيراقبه وياخدها منه، يعني كانه بياخد الضرائب رغما عن انفه. لو امتنع ما ينفعش، ما ينفعش ان هو يطلعها كده مره 3 مليون وبعدين يقول لا 3 مليون كتير، لا اما طلع مليون وبعد ما يجي يصرف يصرف له 50,000 ويضحك على الناس. ما ينفعش الكلام ده. الكلام ده كله لو فقه امه ما تلاقيش. احنا عندنا في مصر الحمد لله اصحاب ملايين كثيره، بل اصبح اصحاب الملايين في مصر هم الفقراء دلوقتي في اجواء بالمليارات، انما مش بالملايين. فلو جمعنا اصحاب الملايين حتى مئات الالوف الى اصحاب المليارات وتخلنا خدنا منهم الزكاه، هتجد راس مال عندنا يمكن اكثر من راس مال رئاسه الجمهوريه اللي هي تمثل حوالي 40% من الدخل القومي لرئاسه الجمهوريه. فدي دي دي ازمه كبيره. فلازم علمائنا نرجوهم لعل يصل صوتنا اليهم ان هم يقعدوا مره مع حسني مبارك يفهموا هذا الفقه. ده هيحل ازمه كبيره في مصر، هيحل ازمه كبيره فعلا في مصر وفي كل بلاد المسلمين. كل حكام كل بلد يقعد مع حاكم هذه البلد ويعتبر ان في وعاء للزكاه وعاء عام، ويبقى مسؤوليه الحكومه في بدايه هذه الزكاه تجمع من عروض التجاره ومن الركاز اللي هي البترول. خارج البترول ده لو طلع 20% منه زكاه ركاز، تصور بقى هتبقى الفقراء دول مش هتلاقي واحد سائل. تيجي تتحايل على واحد تديله حاجه يقول لك لا متشكر، انت لو جيت لي والله امبارح كنت قبلت الحمد لله. يبقى داير على الزكاه لحد ما تتخانق معاه عشان ياخد الزكاه. يقول لك ولو امتنع الفقير عن اخذ الزكاه يقاتل حتى ياخذها. الى هذه الدرجه. كما ان الغني اذا امتنع عن اخراج الزكاه يقاتل حتى ناخذها منه. الى هذه الدرجه. لان الاسلام لا يريد يبقى في فقير يحقد على غني ولا غني واخد حق الفقر. عايز عدل اجتماعي، عايز مواساه، دين المواساه. ادي المعنى. لكن على اي حال احنا بندرس فقه الزكاه على مستوى الافراد. المفروض ان فقه الزكاه ده اللي بيدرسه الحكام والجهه الجهاز المسؤول عن جمع الزكاه. الموظفين دول زي ما بيدرسوا كده بتوع الضرايب حافظين قانون الضرايب ويخشوا يخربوا بيوت الناس وياخدوا منهم ضرائب، لا يدرسوا بقى الزكاه والفقهاء فيها، ويبقى واحد متخصص في زكاه عروض التجاره، وده متخصص في زكاه الذهب والفضه، وده متخصص في زكاه الثمار، وده متخصص في زكاه الحيوان. تبقى اقسام متخصص وتصب كلها في وعاء واحد. فنسال الله سبحانه وتعالى انه يعني يشرح صدور علمائنا اللي بيجلسوا مع حكامنا ان يفهموهم هذا في لحظه يكونوا هم لايقين فيها علشان يتحمسوا. اتفضل. دكتور بنسمع والله اعلم ان في الازهر في اموال زكاه مجمعه ومعطله وبيطلعوا عين الغلابه اللي الناس تقاس الطلب يعملوا بحث. ما هو ليه بقى؟ لان الازهر بتجيله الزكاه فتات الزكاه، فبيبقى عنده كميه مال ضئيله فخايف لحتى يسيء استخدامها. لكن احنا بنتكلم في صوره ثانيه، ان الازهر ده ما عندوش قدره تنفيذ انه يجبر الغني انه ياخد منه الزكاه. ده متروكه للاختيار، الغني هو اللي يروح يديله الزكاه.
وبيحاولوا كمان يعني يشجعوهم، يقول لهم ده بتتخصم من ايه؟ من الضرائب. يعني عشان يشجعوهم كمان. وبالرغم من كده كل واحد يعدي على الازهر اللي يكتب له 5000، اللي يكتب له 10000، فتلاقي الازهر كل وعائل الزكاه عنده مليون جنيه، مليون جنيه، وبيجي له كل يوم مليون فقير. يعني لو وزعها تطلع جنيه لكل واحد. يقوم يضطر يعمل ايه بقى؟ بتوع القائمين عليها. يقول لك لا احنا عايزين بقى شهاده عشان ما يجي الناس ناس بتستفقر وهي ما تستحقش. فده ناتج اصلا عن انها مش فقه امه. احنا عايزين تبقى فقه امه. دي مهمه جدا كده. على اي حال احنا بنقرا الزكاه لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا علشان نبرأ ذمتنا اولا لحد ما الحكام يشرح صدرهم وايه ان هم يجمعوها وينفقوها في مصارفها. والعجيب ان الزكاه هتنفق على نفسها، يعني الموظفين اللي فيها هياخدوا اجورهم منها، فان ربنا بيقول العاملين عليها بحيث لا تزيد اجورهم عن ثمنها. فان زادت اجورهم عن الثمن يقوم ايه خزانه الدوله تتحملها. بس لان احنا عندنا ثمن مصارف. فبيقول هنا احنا قلنا كتاب احكام الزكاه وهي لغه النماء وشرعا اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفه مخصوصه. تجب الزكاه في 5 اشياء وهي المواشي، ولو عبر بالنعم لكان اولى لانها اخص من المواشي، والكلام هنا في الاخص. المواشي ان احنا قلنا ايه؟ اللي هم الابل والبقر والغنم 3. يعني لو فكرنا المواشي يطلعوا 3 انواع. عندنا الخيل ليس لا زكاة فيها عندنا عند الشافعي. والاثمان، واريد بها الذهب والفضه، لانه كانت زمان بيستعملوا الذهب والفضه كاثمان، دينار ودرهم. والزروع، واريد بها الاقوات، مش اي زرع. الاقوات اللي هي تقتات وتدخر. لكن انا ازرع مانجا ادي للفقير 20 كيلو مانجا، طب هيشيلها فين؟ هتحمد عنه. يحتاج بيها، صح؟ لكن لما اديله ما يقتات ويدخر يشيل عنده طول السنه يسحب منه. يبقى الفواكه ما فيهاش زكاه. طب والزكاه بتاعت الفاكهه، واحد عنده 20 30 40 100 فدان فاكهه، هيجي له فلوس يبيعها، يبقى يطلعها من زكاه الاثمان. هيطلع من زكاه الاثمان، مش هيطلع زكاه الزروع. لكن اللي زارع قمح، زارع رز، زارع شعير، ما يقتات ويدخر، زارع تمر، واخد بقى وهكذا، يبقى ده يطلع ما يقتات ويدخر، يطلع زكاه. والزروع، واريد بها الاقوات، والثمار وعروض التجاره. الثمار اللي هي الزبيب والتمر، لان دول يقتات ويدخر، تقدر تدخر التمر. وعروض التجاره اللي هي واحد بيتاجر في نوع معين من التجارات، بيتاجر في الثلاجات، اصبحت الثلاجات دي هي عروض التجاره بتاعته. عنده مليون جنيه ثلاجات ومر عليها سنه، يبقى هيطلع ربع الاجر. عنده مثلا 50 60 عربيه في اجنطه، بيتاجر في العربيه، دي قيمتها ايه؟ يطلع ربع الاجر. بيتاجر في شقق، عنده 50 شقه بيعرضهم للبيع، نشوف قيمه الشقق دي ايه؟ ويطلع زكاتها وهكذا. يبقى ده يمنع تسقيع الاراضي، يمنع تسقيع، لان لو هيلاقي نفسه كل سنه هيدفع زكاه يقوم يبيعها بسرعه ويخلص، والا هتسحب منه فلوسه، صح ولا لا؟ يبقى هتحل لنا مشكله ثانيه، ان احنا الناس بتشتري الاراضي وينام عليها 10 سنين ويروح بيعها عشان تغليها على الناس. او يبني له 10 20 شقه ويسيبهم 20 سنه وبعدين يبيعهم عشان يغليهم على الناس. يبقى لو هنعمل عليها زكاه هتبص تلاقي اللي عنده شقه يقول لك يا عم انا ابيعها واخلص، انا كل سنه بدفع من دم قلبي ربع عشر ثمنها. السيوله اللي عنده تخلص، صح ولا لا؟ يبقى هيحل لك ازمات كبيره احنا عايشينها لو كان فقه امه مش فقه افراد. يبقى هنا وعروض التجاره، وسياتي كل من الخمس مفصلا. فاما المواشي فتجد الزكاة في 3 أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم. فلا تجد في الخيل والرقيق والمتولد مثلا بين غنم وظباء، وإحنا واقفين على شرائط وجوبها 6 أشياء واقفين عليها. وشرائط وجوبها 6 أشياء دي في إيه؟ في المواشي. هيتكلم على شرائط وجوب زكاة المواشي اللي هي الإبل والبقر والغنم. وستة أشياء، وفي بعض نسخ المتن 6 خصال. الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي. هو في كافر أصلي وكافر تايواني؟ الكافر التايواني اللي هو غير أصلي، يعني اللي هو المرتد، كان مسلم مرتد، فهمتني؟
فهنعرف احكام المرتد ايه. واحد مسلم وارتد وعنده اموال طائله، امواله دي ناخد زكاتها ولا ما ناخدهاش؟ ولو خدناها نعمل فيها ايه؟ دي ليها احكام اخرى هنبقى نشرحها. واما المرتد اللي هو مقابل للكافر الاصلي، فالصحيح ان ماله موقوف، فان عاد الى الاسلام وجبت عليه. افرض عدل الاسلام بعد 3 4 5 سنين، نحسب زكاه 4 5 سنين كويس، لكن يفضل ماله موقوف لحد ما يعود للاسلام او يموت. فان مات على الرده يبقى ماله فايت، يروح كله على بيت مال المسلمين، كل ماله يروح على بيت مال المسلمين كويس. والفيء يقسم خمس اربع اخماسه لله وللرسول، مش كده؟ بخلاف الغنائم. وخمسه البيت المال، الاربع اخماس هياخدهم اهل البيت والاشراف والناس اللي تحرم عليهم الزكاه، خمسهم، خمس الاربع اخماس. والاربع اخماس الباقيين من الاربع اخماس تردوا للفقراء تاني في بيت مال المسلمين. ده لو مات على كفر اللي هو ايه، المرتد. طب افرض قبل الاسلام، اما يعود ما ناخد زكاته لانه مطالب بها. طب افرض طلعها وهو مرتد، لا تعاد ولا تؤخذ منه، لكن لا يثاب عليه، لا يثاب عليه، لكن ما نعيدهاش تاني. افرض الواد مرتد بس ايه، بس فنجاني ما تفرقش معاه الفلوس، لا يطلعها برضه كل سنه وهو مرتد، وجاء بعد كده ربنا هداه بعد 5 6 سنين ما ناخدهاش تاني، نقول له خلاص جزاك الله خير ربنا هداك. واللي طلع لا يثاب عليه لما خرجها وهو غير مسلم. انما الكافر لا نطالبه به، لا نطالب، وان كان يطالب بها في الاخر، وان كان يحاسب عليها في الاخر كويس. واما المرتد فالصحيح ان ماله موقوف، فان عاد الى الاسلام وجبت عليه والا فلا. والحريه ثاني حاجه، الحريه يبقى اول شرط الاسلام، ثاني شرط الحريه. فلا زكاه على رقيق، واما المبعض اللي هو نص حر او بعض حر وبعضه ايه رقيق، يعني انا وانت كان عندنا عبد شرك، فانا رحت ايه اعتقت نصيبي فيه، فبقى العبد ده نصه حر ونصه يسموه المبعض، فهو كده يتملك بنفسه. لو اشتغل اليوم اللي هو حر فيه، هو الواد العبد ده كان بيشتغل عندي يوم يخدمني يوم ويخدمك انت يوم، لانه شرك احنا جايبينه احنا الاثنين يخدمني. يجي اليوم بتاعنا يطبخ لي، يغسل لي الغسيل، ينظف لي البيت، يعمل مش عارف ايه، يفضل معايا طول اليوم وعليا اكل وشرب وكسوته من الثاني يوم يروح لك انت، ثالث يوم يجي لي انا، وهكذا عايش كده رايح جاي يوم ويوم. افرض انا رحت اعتقته، لقيت واد كويس وحافظ القران وبيصلي وحلو كده، وبعدين ربنا كرمني واتجوزت وعندي اللي يخدمني، قلت له يا ابني روح الواد اللي انت حاطينه، فبقى عنده يوم يقدر يشتغل فيه فاضي يكتب فيه، وعنده يوم عبد. فيبقى اللي بيتملكه في اليوم اللي بيشتغل فيه ده، لو بلغ النصاب وحال عليه الحول يطلع عليه زكاه كويس. واما المبعض فتجب عليه الزكاه فيما ملكه ببعض الحر والملك التام، الشرط التام الملك التام، اي فالملك الضعيف لا زكاه فيه، كالمشترى قبل قبضه لا تجب فيه الزكاه، كما يقتضي كلام المصنف تبعا للقول القديم، لكن الجديد الوجوب. يبقى لازم يبقى متملكها ملك تام، ملك ضعيف، يعني انا بعت ولسه ما قبضتش، ما حسش ان صحيح انا اللي بعته ده كان ملك، والمبلغ اللي هيجي ده هيتحول في رصيدي هيبقى ملك، بس لسه ما اتحولش، يبقى ما تجدش اما يتحول ويدخل في رصيدي بقى، لان ملك ضعيف. لكن الجديد الوجوب والنصاب والحول، اللي هي بقيه ايه الشروط، والنصاب والحول. النصاب هنشرحه والحول اللي هو السنه. فلو نقص كل منهما فلا زكاه، لو نقص الحول قبل ما يمر سنه كامله هجريه مش ميلاديه، السنين الهجريه، ما مر السنه ولو لحظه لا تجب الزكاه. طيب قل النصاب ولو قدر ضئيل برضه لا تجب الزكاه كويس. والثوم هو الراعي، مش كده برضو؟ وانزلنا من السماء ماء فاخرجنا به في سورة النحل فيه تثيمون، مش كده برضو؟ سورة النحل تثيمون
يعني ايه ينبت هذا الماء الكلأ المباح، فيجي الغنم والمواشي ترعى فيه وتاكل وتشرب. ادي الثوم يعني من بنون كلف، يعني انا مجرد اني بخرجهم يجروا ياكلوا ويشربوا من الكلأ المباح ويرجعوا فخام بعد شهر واثنين وثلاثه، ما بكلفهمش ما بعلفهمش. يبقى لو انا عندي غنم او ابل او بقر سائمه يعني لا تكلفني شيء ما بعلفهاش تجب فيها الزكاه، الثوم شرط من وجوب الزكاه فيه. لكن لو بعلفها ما تجبش الزكاه، راجل تاجر مواشي بيجيب المواشي يثمنها وبعدين يبيعها، تبقى تجب عليه زكاه عروض تجاره من زكاه مواشي، خدت بالك؟ والثوم وهو الرعي في كلأ مباح، فان علفت الماشيه معظم الحول فلا زكاه فيها، وان علفت نصفه فاقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت زكاتها والا فلا. وبعد كده هيتكلم على شروط زكاة الأثمان الذهب والفضة. نقرأ بقى كلام الشيخ البيجوري على شرائط وجوب زكاة المواشي. بيقول إيه؟ قوله وشرائط وجوبها أي زكاة الأجناس الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم. قوله ستة أشياء أي ستة شروط. وقوله وفي بعض نسخ المتن ست خصال. عطف على مقدر أي هكذا في بعض النسخ. قوله الإسلام أي لقول الصديق رضي الله تعالى عنه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين ومقتضى اشتراط الإسلام. قوله فلا تجب على كافر أصلي تفريع على مفهوم الشرط الذي هو الإسلام، والمراد أنها لا تجب عليه وجوب مطالبة بها منا في الدنيا، فلا ينافي أنها تجب عليه وجوب عقاب على تركها في الآخرة. مش ربنا بيقول على الكفار دول هيقولوا كده قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقول مع الخائبين. يبقى مسؤولين عن فروع الشريعة، هيعاقبوا عليها جوه النار. طب ازاي يتجنبوا هذا العقاب؟ يسلموا علشان ما يعملوها تقبل منه. ادي الحل. عقابا زائدا على عقاب الكفر اذ لم يسلم كبقيه اركان الاسلام. زي الصلاه برضه ما يعرفش، لو صلى وهو كافر لا تقبل صلاته. لو صام وهو كافر لا تقبل صيامه. لو حج وهو كافر لا يقبل حجه. لانه مكلف بفروع الشريعه، فإن أسلم لم يكلف بإخراجها كالصلاة والصوم. يبقى الكافر الأصلي لما يسلم ما ناخدش الزكاة بأثر رجعي. لا، ده احنا نحسب الزكاة من أول إسلام. لأن الإسلام يجب بما قبله، بخلاف المرتد. لأن المرتد كان مسلم. بنتني إزاي يبقى في فاصل بين المرتد وبين الكافر الأصلي. وأما المرتد مقابل للأصلي وقوله فالصحيح أن ماله موقوف. اي فوجوب الزكاة عليه موقوف. يبقى راجل ارتد ورجل اعمال كبير غني عنده اموال طائلة، يجي جاب الزكاة يكتب تاريخ حكم الرد عليه، التاريخ عنده وما يطلبوش بالزكاة، ما ياخدهاش كمان منه لانه ماله موقوف. ما نعرفش ده هيسلم تاني فناخد منه الزكاة ويستقر ملكه، ولا هيموت على الكفر ويبقى المال بتاعه ده فايت، ما نعرفش. تنسيبه موقوف يعني يدار لكنه لا نتصرف فيه، إدارة نماء بس، إدارة نماء فقط، لكن ما ناخدش منه حاجة. مش معناه يوقف حاله زي ما وقفوا حال الإخوان الأغنياء، قبضوا عليهم وخربوا بيوت مصانعهم. ده غلط. الإخوان أولا مسلمين مش مرتدين، ثانيا استثماراتهم في بلد المسلمين شغال فيها ناس كتير. انت مختلف معهم على مذهب على طريقة نصر الدين او شيء من هذا، ده ما يعنيش انك انت تخرب بيتهم وتوقف اموالهم. فهمتني ازاي؟ يعني لازم الحكاية تبقى فيها يعني ما يبقاش فيها انتقام، لان حتى لو واحد اختلف معايا في الرأي ما بنتقمش منه، ممكن اوقفه هو واخليه تحت الملاحظة تحت المراقبة، لكن اخلي ماله ماشي برضه، لان ماله ده جزء من نماء المجتمع. ما وقفوش انا واخرب بيت الناس اللي شغاله عنده والبيوت اللي مفتوحه من اجل ايه؟ من اجل استثمار مالي. فدي نقطه هامه. واما المرتد مقابل للاصلي وقوله فالصحيح ان ماله موقوف
أي فوجوب الزكاة عليه موقوف كما هو قضية المقابلة، كما أشار إليه الشارع بقول فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، أي تبين أنها وجبت عليه لبقاء ملكه، ولو أخرجها حال الردة أجزأه، يعني تصح بلا ثواب. وقول وإلا فلا، أي وإن لم يعد إلى الإسلام فلا تجب عليه، لأنه تبين بموته على الردة أن المال خرج عن ملكه من حين الردة وصار فيئا، وهذا في غير الزكاة التي لزمته قبل الردة. لكن افرض قبل الردة كان عليه زكاة، قبل ما ارتد ناخدها دي ضابط مال المسلمين في بيت الزكاة. طيب ومات على الردة، ناخد ماله كله نحطه في ايه؟ في الفيء، ونقسمه تقسيم الفيء، لان تقسيم الفيء ليه تقسيم والزكاة ليها تقسيم تاني. الفيء تقسيمه جاء في سورة الحشر، والغنائم اللي هي تأتي بعنوة وقتال جاء تقسيمها في سورة الأمثال كده برضو. والفرق بين الفيء والغنيمة أن الغنيمة تأتي بالعنوة والقتال، أما الفيء يأتي بالفتح والاستسلام بغير القتال، يعني ناس استسلموا ففتح. عشان كده مصر جزء منها فتح عنوة، مصر بلدنا جزء منها فتح عنوة فكانت غنائم فقسمت على ايه؟ على الجند، وجزء منها كان فيئا. معظم شمال مصر وانت نازل كده حد قرب الصعيد كان استسلام، كان فيئا كويس. ومن عند الصعيد من عند البهنسة حرب طاحنة مات فيها 5000 صحابة كويس، يبقى الباقي ده عنوة، يبقى غنائم. تقسيم الغنيمة غير تقسيم الفيئة، واضح؟ وهذا في غير الزكاة التي لزمته قبل الردة. أما هي فيجب إخراجها من ماله مطلقا أسلم أم لا، لأنها وجبت عليه في حال الإسلام. يبقى إيه؟ الزكاة اللي وجبت عليه قبل ردته دي واجب إخراجها على طول، زكاة على طول نخرجها. الشرط الثاني بعد الإسلام الحرية، قال البلوغ، ما قالش، ما إن يقول شروط الصوم يقول لك البلوغ، شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الحج يقول لك البلوغ والعقل كده برضه، شروط الصلاة يقول لك العقل والبلوغ، لكن يجي في الزكاة لا. يعني لو واحد مجنون وغني أو واحد صبي وغني يجب برضه إخراج الزكاة منها من ماله، بس الوجوب على الولي، على ولي اللي هو مسؤول عن ايه؟ لانه بيبقى محجور عليه لتافه او لصغر سن او لجنون او شيء من هذا، يبقى تجب برضه. لان في ناس يقول لك ايه الشروط، اول ما يسمع الشروط بالذات طلبه الازهر يبقى حافظ له حاجات معينه كده، اكله شهاد يجي في الامتحان يتجوز، ولا في الاسلام والحريه والبلوغ. يا ابني احنا بنتكلم في الذات مش في الصلاه، يبقى حافظ اكله شيء كده يروح. ايوه لا، في الذات ما فيش بقى البلوغ، ما فيش العقل، واخد بالك؟ لكن فيها الحريه. والصلاه ما فيش الحريه لانها تجب على العبد برضه في الصلاه والصوم، لكن في الحج في الحريه، فلا يجب الحج على العراقيل، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى كل حاجه عايزه ايه؟ تبقى مركز شويه عشان تبقى ايه؟ تعرف امتى احط دي وامتى اشيل دي. والحريه اي كلا او بعضا، كما اشار اليه الشارح بقوله واما المبعض الى اخره. لا يقال الملك التام يغني عن الحرية نظرا لكون الملك التام يستلزمه. أصل هو بيقول أي الملك التام شرط تاني. طب وليه أي الحرية؟ ما الملك التام يدخل فيه الحرية. أدي معنى بيقول كده يعني، ليه فيه تكرار؟ قال له لا. قال له لأن نقول هي وقعت في مركزها، يعني كلمة الحرية جت في مكانها، ده الملك التام جاء بعدها. فطالما حاجة جت بعدها فلا تكر على ما قبلها. ده احنا نيجي في الملك التام اللي جه بعدها نقول ده تكرار، انما ما تجيليش على الحريه تقول لي ده جت في مكانها. فهمت ازاي؟ ادي معنى كده. لان نقول هي وقعت في مركزها، يعني في مكانها، فلا يعترض عليها باغناء الملك التام عنها، فان القاعده انه لا يعترض بالمتاخر على المتقدم. كويس؟ دي قاعده عموما لما تيجي تنقل اي كتاب ما تعترضش على المتقدم بالمتاخر. كويس؟ تيجي في المتاخر اعترض. قل ده في تكرار لانه ذكره، لكن ما تجيش كده تقول ايه تعترض عليه وتقول عشان ذكره بعد كده، لا ده انت تعترض بالعكس، المتاخر على المتقدم.
لا يعترض بمتأخر على المتقدم. قوله فلا زكاة على رقيق تفريع على مفهوم الشرط الذي هو الحرية، والمراد الرقيق بسائر أنواع. فدخل المكاتب، المكاتب اللي هو ايه، يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده يقول له والله وإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاه، يعني إن علمتم فيهم قدرة على الكسب أدي خيرا، يعني عنده قدرة على الكسب يدفع ثمن نفسه وطلب المكاتبة كاتب اكتبه، قول له اه خلاص انت ثمنك 30,000 روح يا عم اشتغل ويحطها لي اقساط تجيب لي كل شهر 1,000 جنيه هنا، بعد 30 شهر تبقى حر، يبقى اسمه المكاتب، يعمل عقد معايا، واخد بالك؟ يبقى ده اسمه المكاتب. المكاتب يفضل رقيق ولو عليه جنيه واحد، ولو عليه جنيه واحد يبقى ما عندوش ملك ده المكاتب، لما يدفع اخر قسط بقى حر، بخلاف المبعض. فهمت؟ فدخل المكاتب والمعلق عتقه بصفه، يقول له انت، يسموه عبد مدبر، يقول له انت عتيق دبر موتي، يبقى علقه بصفه معينه، او انت عتيق اذا ختمت القران كله، وهو لسه بيحفظ سوره البقره من اوله ما ختموش، يبقى معلق بصفه معينه، واخد بالك؟ يبقى ده برضه ايه، لا تجد فيه الزكاه. والمعلق عتقه بصفة وغيرهما لضعف ملك المكاتب فلا زكاة عليه ولا على سيده كمان، لان انت افرض ان انا راجل بتاجر في الرقيق عروض تجارة، بس عندي 10 من العيال اللي انا ببيعهم دول عامل معاهم عقد مكاتبة، يبقى اما يجي جاب الزكاة يخرجهم دول ما يحسبون من عروض التجارة، خدت بالك؟ يروح مخرجهم. فلا زكاة عليه ولا على سيده، فإن فسخت الكتابة، افرض قعد شهر واثنين وثلاثة ما بيجيبش الإقساط، أقول له بقول لك إيه يا ولد؟ أنت إزاي أنت واد أو أنفاجي؟ إحنا مش مستفيد تجيب لي 1,000 كل شهر؟ طب أنا بقى إيه رأيك بقى؟ أنا فسخت العقد اللي بيني وبينك، خليك رقيق بس. واخد بالك؟ يبقى فسخ العقد معاك. طب واللي خده منه قبل كده ماله برضه؟ ما هو ماله؟ لأن ملكه. واحد عنده تاكسي وبيشتغل بيجيب له كل يوم إيراد. زي اللي عنده عبد بيشتغل بيقول له كل يوم ايراد، العبد ده عامل زي الدبه. فهمتني بقى ازاي؟ فان فسخت الكتابه استأنف السيد الحول من حينئذ، يعني نبدا الحول بقى بتاعهم من اول تاريخ فسخ المكاتب، خدت بالك؟ يثبتوا عنده في اوراقه عشان لما يجي جاب الزكاه يقول له ان احنا فسخنا عقد المكاتبه في شهر محرم او في شهر صفر او في ربيع او كده. ولعدم ملك غيره ولو بتمليك سيده، مع ان برضه ما فيش غيره يملكه، ولو بتمليك سيده، يعني افرض ان سيده بيقول له انت تروح كل يوم تشتغل وكل حاجه بس تجيب لي 50 جنيه في اليوم، واللي تكسبه اكثر من 50 خده لي، يبقى انا مملكه مديله تصريح اكثر من 50 جنيه في اليوم خده لي يعني، وانا اجيب لي كل يوم 50 جنيه كويس. برضه حتى لو خد، لان ده ملك ضعيف مش ملك ده، فاي وقت انا اتزنقت اقول له انا تحوشت ايه كان من ورايا، انا عايز قرشينات، انا هجوز عيالي، هاتهم يا ولد، واخد بالك؟ تاخدهم منه على طول، واضح الكلام؟ يبقى ده برضه يعتبر ملك ضعيف. فلا زكاة عليه ولا على سيده، فإن فسخت الكتابة استأنف السيد الحول من حينئذ، ولعدم ملك غيره ولو بتمليك سيده، فلو ملكه مالا فهو باق على ملك السيد فتلزمه زكاة، بل المال اللي هو بيحوشه بإذن ده لما يجوا يطلعوا الزكاة يشوفوا كم عبد عندي بيكسب والأموال اللي في إيديهم إيه ويحسبوهم زكاة. شوف قد إيه من زكاة السيد، لأن هو كل دول ملكه برضه، واضح؟ واما المبعض مقابل للرقيق، لان المراد منه الرقيق كله كما هو المتبرر منه، وقوله فيما ملكه ببعضه الحر اي لتمام ملكه، ومن ثم كفر كالموسر، يعني كفر كالموسر الغني، يعني افرض ان هو حلف ايمان وحنف عليه اطعام 10 مساكين او كسوتهم، فان لم يجد فصيام 3 ايام،
المبعض ده لو معاه فلوس وعايز يكفر بيوفى إن كلموت، لكن لو كان رقيق ما قدموش إلا لأنه لا يصفر ما عندوش، لأن كل ما ملكه هو ملك زيد، لما قدموش إلا الصيام على طول. إنما المبعض نشوف عندك فلوس تبقى تقطع مع 10 مساكين، ما تاخدش إلى في خصال الكفارة الأيمان تخش على الصيام على طول، لا، لأن دي بيسموها على الترتيب مش على الاختيار. الاختيار في ثلاث خصال في الأول، فك رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يبقى الاختيار في الثلاث خصال دول. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يبقى على على الترتيب مش على التخيير، واخد بالك إزاي؟ قول والملك التام، أي ولو لمحجور عليه كالصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليه. احنا عند الاحناف طبعا الصبي لا زكاة على ماله ولو كان مليونير، ده رأي الاحناف. الشافعية لا، الشافعية يجب اخراج الزكاة على الولي من مال الصبي طالما غني، خدت بالك؟ يبقى في خلاف بين المذهبين، لان عند الاحناف بيعتبروا ان الصغر السن ده لا يدل على الملكية التامة، ما يبقاش ملك تام، لانه الصبي لا يتملك لانه لا يحسن التملك، فلما يصل لحد البلوغ وحسن التصرف المالي يبقى كده ملك تام. يعني بيعتبروا ان صغر السن ايه يعني يمنع من الملك التام، وهذا ده الاحناف رايهم. الشافعي قال لك لا، لان العبره بالمال مش مش بالمالك، العبره بالمال نفسه مش بالمال. يبقى او اي ولو لمحجور عليه كالصبي والمجنون، والمخاطب باخراجها وليه ان كان يرى وجوبها في ماله بان كان شافعيا على مذهب الشافعيه، فان كان لا يراه كحنفي فلا وجوب عليه والاحتياط له. طب ويعمل ايه وهو يوم يحسب له زكاه كل سنه وما يخرجهاش؟ كل سنه يحسب له زكاته ويكتب له ورق سنه كذا كانت زكاتك كذا، لحد ما الواد يبلغ الرشد ويديه له ويقول له انت على فكره من مالك تطلع مجموع الحاجات دي، يبقى بيحتاط لنفسه كويس. والاحتياط له ان يحسب الزكاه حتى يكمل المحجور عليه فيخبره بذلك ولا يخرجها بنفسه، كويس؟ ده الاحتياط. يعني طالما يعني امر فيه خلاف بين الشافعيه والاحناف يبقى ما نقدرش نقول واجب 100% لازم اخرجها. طيب طالما في خلاف فالاحتياط ان انا احسبها له، ويمكن الواد يطلع حنف يجي يكبر كده والواد راح الازهر قعد درس بمذهب الحنف، ما لزموش انا بمذهب، واخد بالك ازاي؟ اقول والله انت كان واجب، يقول لك لا انا حنف مش هطلع حاجه، خلاص انت حر. لكن انا احسب افرض طلع شافعي يقول لي انت كده غرقتني احسبهم ازاي؟ يبقى انا برأت ذمتي، خدت بالك؟ ولا يمنع دين وجوبها ولو حجر به. يعني انا علي ديون وواجب علي الزكاة، فالدين ده ما يمنعش وجوب الزكاة علي، مش انا علي ديون. ولو حجر به، فلو اجتمعت، لان احيانا يبقى الحجر لمصلحة الغير كالحجر على المفلس، تحجر عليه لمصلحة الغير كده برضو، واحيانا يكون الحجر لمصلحة المحجور عليه كسفيه كمجنون كصبي، يبقى الحجر له ايه سببان، اما سبب لمصلحة المحجور عليه لصغر السن او السفه او الجنون، او لمصلحة الغير لما يكون مفلس وعايزين ندي حق الناس ومنحجر عليه عشان ندي للناس ونشهد ايه افلاته ونبيع ما يملك في المزاد عشان نسدد الديون كده برضه. ولو حجر به، فلو اجتمعت الزكاة والدين على حي، فان تعلقت الزكاة بالعين قدمت مطلقا. تعلقت الزكاة بالعين، الزكاة بتاعته جمل، هو الجمل ده ادي تعلقت بعين، لكن الديون بتاعته جنيهات، يبقى قدم الزكاة لانه متعلقه بالعيد. ما جبتش انا الجمل اللي هو الواجب انه يخرج ده في الزكاة، اروح بيعه وسد لانه متعلقه بالعين فليها قوه، واضح؟ فان تعلقت الزكاة بالعين
او زكاة ذهب مثلا، فبيطلعها ذهب، هو عنده ذهب، هو عشان ابيع الذهب واحوله الى دراهم عشان اسدد بيه ديونه، لا متعلقه بالعينه يبقى طلعها منه، خدت بالك؟ او بثمار معينه، يبقى ما بيعش الثمار عشان اسدد ديونه وما طلعش الزكاه، لا اطلع الزكاه لانها متعلقه بالعين، واضح؟ بشيء متعين يعني. العين يعني ايه؟ الشيء المتعين امامك، المتعين يعني اللي انت شايفه بعينك قدامك، واضح؟ فلو اجتمعت الزكاة والدين على حي، فإن تعلقت الزكاة بالعين قدمت مطلقا سواء كان محجورا عليه أم لا، وإن لم تتعلق بالعين. افرض مش متعلقة بالعين، يعني الزكاة بتاعته زكاة في الأموال، أنا عايز أخد منه 10,000 جنيه والزكاة بتاعته 20,000 جنيه، يقوموا يقدموا حق الأدم، يدونا أنا 10 الأول ويمشوني، واخد بالك؟ لان مش متعلقه بالعين هنا، هو مقدم حق الادم، واضح؟ الحاجات دي بيبقى فاهمها مين اللي بيجبي الزكاه، فاهم الحاجات دي كلها، يروح عامل محضر ويظبط الامور، ويروح حاطط شويه في الخزنه وشويه يديها للمدين، شويه يحل الازمات دي كلها، خدت بالك؟ مش مطلقا، مش مطلق. لو عنده اموال، ما لو عنده اموال بنشوف الاول ديون الادمي لانه مش متعلقه بالعين. لكن افرض ان انا اصلا اديتك عربيتي على انك هتشتريها مني، وخدتها وخدت مفتاحها وقلت لي بعد شهر هديك ثمنها، فخدت العربيه وانت سايقها في امان الله، في الشهر ده حكموا بافلاسك وبقى محجور عليك وعليك زكاه وعليك تسدد ديوني. جيت انا حضرت محضر التفليس قلت لهم العربيه دي بتاعتي ده انا بعتها له ما ادانيش ثمنها، يبقى انا حقي انا متعلق بالعين، يقوم يديني العربيه الاول متعلق بالعين، فاهم؟ ما ياخدش بقى العربيه يبيعها في المزاد وهي بتاعتي انا ما خدتش ثمنها، واضح الكلام؟ لكن لو كان كل الاموال اللي عنده دي ديونه اموال وهو يملك اموال، عنده مثلا 1,000,000 جنيه لكن ركبته الديون بمثلا بمعظم المليون جنيه، يبقى في الحاله دي نقدم ايه؟ هنقدم حق الادم، حق الفقير الادمي اللي هو المدين، واخد اللي هو الدائن، اللي هو الدائن، ندي للناس الاول فلوس متبقت بعد كده ما يكفي ذاك نطلع، واضح؟ ان لم تتعلق بالعين، واضح؟ فلو اجتمعت الزكاه والدين على حي، فان تعلقت الزكاه بالعين قدمت مطلقا، سواء زي ما قلت لك راجل زارع 100 فدان قمح هيطلع منها زكاه القمح، فيبقى تعلقت الزكاه بالعين قمح اهو، وفي نفس الوقت هو مديون لناس باموال ثانيه، يبقى انا اخد الاول القمح ده اديه للفقراء وبعد كده الباقي بقى ابيعه واسدد للباقيين، فهمت بقى؟ لو كان مش هيكفي للباقيين ماليش دعوه، يبقى بيت المال بقى يسدد عنه، العاقله بتاعته عمامه قرايبه يقفوا معاه يسددوا، اسجنه لحد ما يظهر له صاحب يسدد عنه، يعني نشوف الحاكم ينظم الامور ازاي؟ واخد بالك؟ يشوف الحاكم هينظمها ازاي؟ ممكن الحاكم يطلع ايه؟ يعني عنده كده يعني شهامة ويكون مفيش فقراء كتير والخير كتير، فيقول والله اللي عليه دين وعجز انا مش هسجنه انا هسدد عنه، مش مانع يا بركة يا جام، ما فيهاش مشكلة. افرض ان كثر النصابين وبقى كل واحد يقول لك انا ما عنديش وهو عنده، الحاكم يقول لك لا ده احنا هنسجنه ده لحد ما يبان له صاحب، واخد بالك؟ وهكذا، يبقى بتختلف الاحكام دي على حسب الظروف. مش الرسول صلى الله عليه وسلم في الاول ما كانش يصلي الجنازة على اللي عليه دين، مش كده برضه؟ حتى كثرت الفتوحات والايه؟ والزكاة والغنائم فكثرت، فقال من مات وعليه دين فعلي وإليه، ومن ترك مالا فلورثته، فتكفل النبي عن المدينين، خلاص بقى هو اللي يدفع، اللي هو النبي اللي هو الحكومة صلى الله عليه وسلم، اللي هي حلت محله بعد كده الحكومة الحاكم، واضح الكلام؟ فما فيهاش مشكلة دي، دي أمور متروكة على الساعة. ايام ما كانش عنده كتير كان يقول لك المدينه انا مش هصلي عليه، لكن ما يمنعش الصلاه عليه، يخليهم هم يصلوا عليه،
يكفي عقاب ان النبي حي وما يروحش يصلي عليه، دي عقاب حد ذاته. يقوم يخاف اي واحد يموت مليون والنبي موجود ما يصليش عليه، يقوم كل واحد يبقى حريص على انه يسدد ديون، يبقى كان النبي بيأدبه. واضح الكلام؟ لما كثرت الاموال قال لا، اللي يموت مديون ما يجراش، انا هسدده رئاسه. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. لما نزلت الايه صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع فان كان محجورا عليه قدم حق الادم طالما لم تتعلق بالعين، وان لم يكن محجورا عليه قدمت الزكاة. ولو اجتمعت مع دين آدم في تاركه وضاقت عنهما قدمت عليه تقديما لدين الله. يبقى لو محجور عليه وغير متعلقة بالعين نقدم حق الآدم، طيب لو مش محجور عليه يقدم حق الله اللي هي الزكاة. واضح؟ لأن دين الله حق أن يقدم. وإن لم يكن محجورا عليه قدمت الزكاة. ولو اجتمعت مع دين آدم في تركة وضاقت عنهما لو اجتمعت، يعني واحد مات وسبب ساب تركة، التركة دي فيها زكاة وفيها إرث ورثة وفيها ديون للناس، فاهم؟ فبيقول لك ضاقت عنهما، ضاقت عن التركة عن الديون وعن الزكاة، نقوم نقدم هنا ايه؟ قدمت عليه تقديما لدين الله، يبقى قدم الزكاه الاول. واضح؟ وفي خبر الصحيحين دين الله احق بالقضاء، وخرج بدين الادم دين الله تعالى كحج مع زكاه. فالوجه كما قاله السكي ان يقال ان كان النصاب موجودا قدمت الزكاه والا فيستويان. يعني ترك مال فيه زكاة وقيمة الزكاة دي تكفي حج، وهو ما حجش فعليه حج وعليه زكاة، تقدم الزكاة. كويس؟ طب لو ماله كتير قوي بحيث يكفي الاثنين نطلع الاثنين. واخد بالك ازاي؟ نعمل الاثنين. وتجد في مغصوب ومجحود وضال وغائب. تجد في مغصوب ومجحود وضال وغائب. وان تعذر اخو ده يا سيدي في واحد غاصب مني 100,000 جنيه غصب، يجب علي ان انا اطلع زكاته ويمشي في ايدي، فاهم؟ لما غصب بس ما خرجهاش واجبه بذمتي، لما تبقى تيجي بقى اطلع. فضل غاصبها 10 سنين اطلع زكاه 10 سنين لما تيجي. زي ايه؟ زي الفلوس اللي كانت في الريان بتاعت الناس. واحد حاطط له 1,000,000 جنيه عند الريان وبعدين بعد كده هربوا وسافروا. بقى مغصوب. ما انا مش عارف انا افترض ده. وبعدين اجي احسب زكاتي كل سنه، هدخل 1,000,000 جنيه اللي هي في ايد اللي هربان ده ولا ما ادخلهاش؟ فهمت بقى ازاي؟ او اللي بينكرها يقول لي ده انت فين الاوراق؟ وهو خدها مني بس الاوراق ضاعت. يقول لي انا مش حد اللي معاه ورق. وانا الاوراق ضاعت مني، فجحد انكر، تجب برضه الزكاه. لكن ما خرجهاش الا لما تبقى في ايدي. لكن واجبه بذمتي بحيث لو اداني بعد 10 سنين اطلع زكاه 10 سنين. فهمتني بقى معنى الكلام؟ خلافا للملكيه، الملكيه طلعها زكاه سنه واحده لما ياخدها. ولو خدها بعد 100 سنه طلع زكاه سنه واحده، ده الملكيه رايهم. الشافعيه لا، يطلع زكاه عدد السنوات. بس بيختمها تنازلي. يعني اول سنه هناخد منها كذا ونختم، ثاني سنه ناخد منه نص ونختم، ثالث سنه منه نص ونختم، وقعد قاعد احسبها بالكالكوليتور كده ولا بذهني. ما هو الزكاه دي اتاخدت من المال ده فقل، وبعدين خدت ثاني السنه اللي بعدها وقل، السنه اللي بعدها وقل، وانا هطلع زكاه 15 سنه لانه جحدوها مني 15 سنه لحد ما جاء ناس طيبين كده واتوسطوا وجابوها لي. يبقى تاجل الزكاة في مغصوب ومجحود وضال وغائب. ده انا عندي مثلا 50 جمل ساهوا مني في الصحراء، ساهوا مني في الصحراء، اي ده ضال احسبه، لكن ما طلعش الزكاة لما يجي، لكن انا بحسبه. فهمت؟
وغائب، وكذلك ايه غائب، مال غائب يعني مال انا بعته الهند يتاجروا فيه وانا قاعد. لما يبقى يجي بقى من الهند، لما تيجي القوافل التجاريه من الهند واشوف انا هيغرقوا في السكه ولا مش هيغرقوا، ولا هيجرى لهم ايه، ولا هيكسبوا ويبقوا قد ايه، ولا هينسوني خالص وينصبوا عليا وما يرجعش، ده اسمه غائب. واضح؟ وان تعذر اخو، برضه تاجر الزكاه وان تعذر اخو، بس احنا قلنا ايه؟ وجوب مش اداء، ده وجوب في الذمه. وجوب في الذمه وليس وجوب اداء. واضح الكلام؟ طيب. وفي دين لازم من نقد وعرض تجاره. طيب انت واخد مني برضه، مستلف مني 1,000,000 جنيه. ما شاء الله، يعني غني انا بقى كده وبسلف 1,000,000 جنيه، ما شاء الله. ما يجراش حاجه نحلم. يجوز نحلم ولا ممنوع نحلم؟ انا راجل الحمد لله كده سافي، وانت جيت قصدتني 1,000,000 جنيه. رحت قلت لك يا سلام، لا انت جاي بحاجه بسيطه، خد يا عم 1,000,000. فاخدت انت 1,000,000، واخد بالك ازاي بقى؟ ده دين. احسب انا 1,000,000 دي زكاه برضه في مالي، مع انها في ايدك وانا مديها لك قرض حسن، ما قلتلكش تسددها امتى. لما يتيسر يا سيدي، ما انا بعضمك وانت راجل محترم وعارف اكون جربك قبل كده، كل ما بتتيسر معاك بتسدد، ما يجراش حاجه. يبقى في الحاله دي تبقى برضه واجبه في الدين اللازم ده، هو ده دين لازم اهو، واخد بالك ازاي؟ لكن ابقى اديها امتى؟ لما اخده، لما تجيلي ابقى اطلعها. فهمت بقى الكلام؟ لان الحاجات دي كلها اسئله بتيجي في ذهن الناس. يقعد يقول لك انا واخد شقه ومش عارف ناوي ابيعها بس عليها اقساط، ويقعد بقى ايه؟ يعني هو واخدها عارضها للبيع اصلا، عروض تجاره، لكن هو ما سددش بقيه ثمنها، فهي عليها ديون وهي نفسها ليها ثمن، نعمل ايه ونخلصها ازاي؟ يسال في الاسئله دي. وفي دين لازم من نقد وعرض تجاره لانها مملوكه ملكا تاما. وبرضه الدين اللازم ليه وجهين. ان انا المفروض ان انا سدد لك 1,000,000 جنيه دي، لكن 1,000,000 جنيه دي محطوطه في وسط فلوسي، فانا عندي 10,000,000، لما اخسر منها 1,000,000 هيبقوا 9، لكن انا المفروض ان انا سددها لك، لكن هي لسه في ايدي، اطلع انا زكاه 10,000,000 لان انا ما طلبتكش دي. واضح؟ يبقى انا بحسب زكاه 1,000,000 وانت بتحسب زكاه 1,000,000 في مالك. يقوم ده يجعل ايه؟ يجعل اللي في ايده فلوس غيره يديها له، لانه هيغرم بيطلع زكاته وهي مش بتاعته. فهمتني ازاي؟ يبقى ده بيدفع الانسان انه ما ياكلش اموال غيره. واضح؟ ففقه الزكاه ده فقه عالي، لو الناس فهمته تلاقيه فقه عالي، يحل لنا مشاكل كتير. لأنها مملوكة ملكا تاما ولعموم الأدلة، ولكن لا يجب الإخراج من ذلك بالفعل إلا عند التمكن من أخذها في المجحول والغائب والمنصوب الحاجات دي. فيخرج عن الأحوال الماضية، عن السنوات الماضية، عن الأحوال جمع حول أيضا. أتفضل. إحنا عموما بنخلص المفروض الوقت. لا، بنخلص 9 يعني. بس عايزين نقف عند إيه جملة مفيدة. فيخرج عن الاحوال الماضيه بعد اخذه. فهمت الشفعيه؟ خلافا للمالكيه، تكتب كده بلا، خلافا للمالكيه يخرج حول واحد. ليه؟ علشان لو واحد طلع ايه بخيل وقال لك لا يا عم انا هخرجها حول واحد، يبقى غير قاسم. غير قاسم. فهمتني؟ والحنفيه يا دكتور؟ اظن الاحناف اظن ليهم وجه كالشفعيه ووجه كالمالكيه. ولو تلف قبل التمكن سقط. وقت ساعات في بعض المزاج يميزوا بين الدين اللي شبه ضائع، يعني واحد اصلا بياكل فلوس الناس مشهور سمعته بس، ودين مضمون واحد ذمته كويسه. في بعض الفقهاء يميزوا بين دين، يعني دين مضمون واحد ذمته كويسه، او دين في واحد ذمته واسعه. واخد بالك؟ فيميز بين دول. ففيها امور يعني واسعه كده. لكن على اي حال اختيار الشافعي ان يخرجها على جميع الاحوال الماضيه بعدها. بعد اخذه ولو تلف قبل التمكن سقط. جاي له بقى الاموال بتاعته دي كلها، والحمد لله وهي في السكه كده احترقت. تلف. ما يطلعش حاجه. ما تمكنش من البط، واخد بالك؟ ولو تلف قبل التمكن
سقطت كما في شرح الروض. ولا يجب في مال وقف لجنين، ولا يجب ولا تجب الزكاة في مال وقف لجنين في بطن أمه. الله، راح جده فرحان بقى إن مرات ابنه حملت بعد ما داخل متجوزين بقى لهم 20 سنة، أخيرا حملت. يا طاير الراجل. الجد ده بقى غني، قال والله الواد اللي في بطنها ده لحوقف لي مثلا 20 مليون جنيه، يروح حاططهم في البنك وقف لما في بطنها، ذكر او انثى ماليش دعوه، لا تجد فيها الزكاه لان غير متيقن حياته، ممكن ينزل ميت ينزل بتاع، مش فهمتني ازاي؟ ولا تجد في مال وقف لجنين اذ لا وثوق بوجوده ولا حياته، اي شأنه ذلك حتى لو اخبر به معصوم، حتى لو شافت النبي في الرؤيا وقال لها ده انت هتولد واد اسمه محمد وهيبقى حافظ القران، دي اكثر من كده برضه لا تجد، دي بشرى بس اطمئن كده تنبسط، لكن لا تجد الذكر حتى ما تولده، بعد ما تولده نبتدي نحسب الحول. واضح؟ فكده تجد في حق الجد ده هو وقف المال ولا لا؟ ما هو خرج عن الملك يفضل متوقف. وليه بقى اللي هيبقى مسؤول عنه يبقى خرجها. بس يحسب الحول من بدايته لا حي مستهل صارخ. أو ما يخرج من الحضانة. افرض طلع من بطنها قالوا الواد هيقعد في الحضانة، ما هو لسه حياته غير مستقرة. ما الحضانة دي يعني عناية مركزة. يعني يمكن الواد يموت فيها ولا يطلع، ما نعرفش. فهمتني ازاي؟ تبقى حياة غير مستقرة. لما يخرج بقى خالص ويشيلوا منه الاجهزه وبقى بيتنفس الهواء الجوي واخد بالك وبيتغذى الغذاء الطبيعي المناسب لسنه يبتدي بقى يحسب الحول. لكن هم مركبين له خراطيم وبيدوا له في دماغه وبيدوا له، دي حياه غير مستقره، دي مالناش دعوه بيها لسه. فهمتني؟ في ولي مثلا، الولي دوت بيجمع الاموال كل سنه مثلا مع الصبي ده، طب هو مثلا استثمر الاماوال دي والاموال دي بتزيد، هو ماله؟ ما ماله؟ الزكاه كلها يعني هتيجي بقى في عروض التجاره هتقول لك ازاي تحسبها مع النماء ده. مش قصدي كده، قصدي ان اصل المال اصلا هو مجمع الزكوات، فالزياده او المكسب دوت، ما هو الزياده النماء ده نصابه هو نصاب المال الاصل. النامي ده نصابه نصاب المال الاصل. واضح؟ مش كل نامي اللي هو فصل الزكاه فهو بيجمعها على مدار السنوات، هو قاعد بينمو المال كويس. كل سنه بيحسب النامي بالاصل بكام ويحسب زكاه السنه دي، السنه اللي بعدها نمى المال اكثر يحسب. فهمتني؟ نخلص حته الجنين دي. ولا تجد في مال وقف لجنين اذ لا وثوق بوجوده ولا حياته اي شانه ذلك حتى لو اخبر به معصوم، فالحكم كذلك، فلا زكاه عليه إذا انفصل حيا ولا على الورثة إذا انفصل ميتا لعدم تأكل ملكهم. قوله فالملك الضعيف تفريع على مفهوم التام، وخرج بالملك المباح والموقوف. يعني افرض ان انا ما ملكتوش لكن قلت له لما تدخل المصنع ده خد اللي انت عايزه منه، ابحتله لكن ما ملكتوش. فهمتني ازاي؟ فيخرج المباح. اقول له مثلا انت وقت ما تحتاج تديني بس الو وانا اكتب لك شيك باللي انت عايزه، ده اسمه المباح، ده مش ملك تام معلوش زكاه. واضح؟ والموقوف على غير معين فلا تجد الزكاه فيهما. موقوف على غير معين يعني وقفت مالي على علاج مرضى السرطان، اقعد على غير معين غير ان انا وقفت مالي لفلان. فهم؟ والموقوف على غير معين فلا تجب الزكاة فيهما، في المباح يعني والموقوف على غير معين. أما الموقوف على معين فتجب فيه الزكاة. أوقفت أنا 1,000,000 جنيه لفلان ده ابن أخويا عشان أبوه مات لحد ما يتخرج ويتعلم، جبت له 1,000,000 جنيه كده في البنك وقلت لأمه المليون جنيه دي ملك ابنك وأنت وصية عليه، كل ما تحتاجي روحي خدي منه لحد ما الواد يكبر ويتعلم ويتجوز. طبعا حاجات ما بتحصلش دي في ألف ليلة وليلة الأيام دي، كانت بتحصل زمان أيام ما كانوا ناس صالحين، لكن دلوقتي ألف ليلة وليلة تستعجل بقى في ناس كده. احنا في الجنة، حاجة غريبة أوي، كان زمان كده والله الناس تعمل كده وقت.
وبيعملوا كده حتى مش مع قرايبهم، لكن كان كده ليه؟ لانه بيعمل للاخر، بيعمل للاخر. لكن الوقت اللي بيعمل للاخر بقى نادر، فعملنا كده واوقفناه على معين تجب الزكاه فيه، لانها بقى فيه امتثال. فهمت؟ فتجب فيه الزكاة كالمشترى قبل قبضي، اللي هو ايه؟ ملك ناقص يعني، اي كالشيء المشترى بفتح الراء قبل قبضي. وهذا المثال ضعيف كما اشار اليه الشرع، فكان الاولى ان يمثل له بملك المكاتب. المكاتب ده قاعد بيدفع اقساط من ثمنه وقاعد يكسب، ملكه ده ملك ضعيف، لانه ممكن يجي سيده يفتخر العقد في اي لحظه. فهمت؟ ده ملك ضعيف مش ملك ثابت. فالاولى ان يمثل له بملك المكاتب، فانه يملكه ملكا ضعيفا ولا يجب عليه الزكاه فيه اتفاقا، تبعا للقول القديم كالمشترى قبل قبضه، وهو ما قاله الامام الشافعي قبل دخول امامه، والجديد ما قاله بعد دخول فيها، لكن الجديد الوجوب وهو المعتمد. المعتمد الجديد بقى خلافه، انها تجب حتى في الملك الناقص ده لما يحول عليه الحول ويبلغ النصاب. كويس؟ ولذلك قالوا بعد قولهم وتجب في مغصوب ومجحود وضال وغائم ومملوك بعقد قبل قبضه، لأنها ملكت ملكا تاما. ونقف على النصاب، نقف على النصاب. أي تفضل. بالنسبة للمغصوب والمجحود والضال، أيوه تفضل. أنا بدل الشفاية معلش، أنا بس حاجة مش عارف أستوعبها. لو واحد رفض مني حاجة، رفض مثلا لا أسنان ربع العشر، وقعد عنده 40 سنة، ده لما اخدها طلعت كلها زكاة. خلاص لو انت زعلان خد مذهب الاكل. لا لا ما هي كانت ضايعه، ضايعه. احمد ربنا انها جت وطلعها. احمد ربنا كانت ضايعه يا عم. يا عم ده كانت ضايعه يا عم. وانت الحمد لله عشت 40 سنه مستغني عنها. لما تيجي طلعها هتبقى حلوه. واخد بالك ربنا يكرمك. الشافعيه عندهم سخاء في الحكايه دي. لكن لو افرض انت مثلا زائد في مخك، خليك ملكي، طلع زكاة سنه واحده وانتهت الامور. الله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله